الدولة الصومالية أيها وحي كوكو ليستي إن موادرين تقصغن ودنك كونفرت السودان أي تبقصو عليسو ودنك الصومالية ما دام هالكاس عيد دقالو يدرر أي كسودان إسلامر كان أي كوحن مدايين داد بدنو يسيقو جري كناعساتو أي داد صوماليات أو يقو هالكاسي دقنا وريا صومالي سنة لغسو ورما مقالدة مقتشو و نمع محمد بشير أيها وركن كسو درتي هالكاسي تاني مركي أي كوفرت ودن كسودان كبلادين دجالد أود حيا دولد أي معارضك أي مركي وجوه الرئيس واحد دولد الصومالي أي بلادين إن موادين تذكرن الكوفرت دلك السودان أي أصدات جريسة دلك الصومالي سيوجبت بعدن سامين تدجالد عسي وأي كو جريودين تدفر بدن الله بكم إذا أي صومالي هاين كدوات بقول يصدن روح وكم إذا الصومالي ذكرن الكوفرت السودان أي ما أنت لقدو في جران كديار ذها أي مجالد جوبا أو حرون وها ودن ككوفرت السودان waxaan dadkaasi oo u badnaa dhalinyaro loo daad gureeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka South Sudan Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jubbo ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u socdaan diiwaangelinta Soomaalida ka carareysa dagaalada koonfurta waddanka Sudan iyo waliba tiradii maanta loo dhoofiyay Muqdisho diyaaradda aad arkaysan waxay qaadaa 130 qof قف لقيت تجاي الملك دمانتين والرئيس لكن وحال ربع سي أسلوبة سي شرفة هنا ديارة أورعلان دولة فدرال كإسوماليا ومركي أقول رئيس مدة صدن صنع أي قدام قضاة كذا أو أي أسوق جرمته ديارة داسنا أسوق كريسو سيد نبات هذا إيو عريريجا إيو وحيابها إدريما ين أي ألقى بسطو تاسو حني كرنا وتاريخ وحنا ربع إن كعديو أو أن أفك أنا وكل الله يو شعبك كنول waddanka koonfurta suudaan guud ahaan in aan u mahadcelinayno dawladda ku meel gaarka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantood waxay ku hawlanaayeen muddooyinkan sidii laydi kugu soo kireyn lahaa diyaarado waxaan rabaa inaan ku hadlayo magaca afkiina inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaar ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Marwo Fuziyo يوسف حاجي آدم أو مددًا إسكوهو ليسي سيدي أي دياردها سيلوهي لها لون حيرين لها وحين السلق تهي فوزيو هوشة سعطة وحان أذير رجينا قول وحان رجينا إن صفر كان أي حيق دوانا وكوكالة دولة فدرالك صوماليا وحي بلان قاديسا إن أمان دادك صوماليا أو كنول كوفر سودان أمان تود لقادي دوانا وحان أذير رجينا صفر فيعن وحان أذير كوبا قايا إن دلكين قيمها أولي أوغاتان oo aad maal gelisan dalkeena waana maasantiin dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxay dadaal fara badan ugu jirtay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan oo ay ka socdaan dagaalo xoogani waana markii labaad ee shacab Soomaaliyeed ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jubbo Nimca Maxamed Bashir Soomaali Channel Jubbo South Sudan